في سلامتكم نرجو منكم البقاء جالسين في مقاعدكم ولقاء احد من المقاعد مربوطة بأحكام. إلى أن تتوقف الطائرة توقفا كليا ويتم إطفاء إشارات ضد أحزمة المقاعد. يرجى أخذ الحذر والحيطة عند فتح الخزائن العلوية وتأكد من أخذ جميع أغراضكم الشخصية معكم قبل مغادرتكم الطائرة. نود تذكيركم بأن التدخين ممنوع بشكل نهائي في مبنى المطار، لذا يرجى عدم التدخين إلا في المناطق المخصصة للتدخين داخل مبنى المطار. يمكنكم الآن إعادة تشغيل الأجهزة الإلكترونية تحملا. نرجو أن تكونوا قد استمتعتم برحلتكم معنا، ويسرنا أننا قمنا بخدمتكم اليوم، ويسعدنا الترحيب بكم مجددا على متن الاتحاد للطيران الناقل الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة. شكرا وطاب صباحكم. Remember that smoking is not permitted until you are within the designated smoking area in the airport. Hand on the electronics, clean up.